سيادة الرئيس، حضرات الحضور، أنا هنا النهاردة بسبب شخصين. الشخص الأول هو حازم، والشخص الثاني هو آدم. أنا لسه ناقلة مكان جديد، 90% منه قوات المسلحة، بيتي قدام الجامع. أول ما عزلنا آدم كان نازل عشان يصلي الجمعة، بصيت عليه وهو داخل الجامع، عيطت غصب عني إن هو نازل لوحده، كان نفسي بابا يكون معاه. بعديها بشهرين ثلاثة آدم اتعرف وبقى عنده صحاب. فمرة وهو خارج من الجامع واقف مع أصحابه، أصحابه راحوا يسلموا على باباهم. آدم جري على باباهم يحضنهم ويسلم عليهم. غصب عني عيطت وبصيت لربنا، مش اعتراض، بس أنا أم، ابني صعب علي. فبالي قلت إن شاء الله في جمعة الشهيد أنا هكلم دفعته يجوا يصلوا معاه ويكلموا جوه الجامع عن حازم عشان آدم يبقى مبسوط. بعديها بأسبوع ربنا بيقولي ما تزعليش، ولقيتهم بيكلموني وبيقولولي إن سيادة الرئيس هيكرم آدم، وبدل ما حازم هيكلموا عليه جوه الجامع مصر كلها هتشوف. أنا بس طلبي منكم كلكم إن كل واحد يراعي ربنا في البلد دي، ويعرف إن في ناس كتير ضحت عشان خاطرها وهم ماشيين على الأرض في دم كتير قوي تحت، وإن في ناس عايشة بس حياتهم مش كاملة وفرحتهم ناقصة. شكرا لحضراتكم، شكرا سيادة الرئيس على التكريم.